بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد العزيز امي بقال في مدينه بني ملال. كما يعلم الجميع تنتفاجئ بحالنا بحال ايها الناس. هذا الصباح هذا صبحات البوطه مزيوده مع الصباح 50 درهم. جا الكاميو في الصباح تقريبا نفس هامش الربح اللي بقى المول بقال هو ولاني 10 درهم تزاد على المول بقال تزاد على المواطن. المهم اللي تقاس هو المواطن. الاكثر هي تجي في الصباح تجي تقول لي البوطه 50 درهم تتفاجئ تقول لا بزاف عليا 50 درهم بحال حنا زدنا حنا 10 درهم قاصحه شويه سيرتو هاد الظروف ديال العواشه ديال العيد وبنادنا الله يكون في العوان. قبل ما نكون بقات انا مواطن بحالي بحال نحسوا بها حتى حنا تنديو ديورنا ونتمنى من الله المسؤولين يراعيوا لهاد المسائل هذه لان الزياده تزاد شويه يعني تكون ديك الساعه تدريجيا درهم جوج دراهم ماشي تبقى وحده 10 دراهم قاصحه المواطن. نتمنى من الله يدركوا هاد الموقف هاد الغلط اللي دار المسؤولين على القطاع يداروا حل مع المواطنين لان راه قاصحه بزاف شويه 10 دراهم البوطه. انا خويا ساكن مدينه بني ملال. بالنسبه لهاد الزياده اللي زادوا عندنا في البوطه راه قاصحه عندنا شويه. بنادم ما خدام القضيه محاكه العيد وسميتو جابوها مع الزياده راه ما خداماش لنا. غريبه انسان ما عليه ما بيه تصبحت البوطه زايده او ما علمونا ما والو. بنادم السلام عليكم البوطه راه تزاد خص شويه ديال الانضباط ويكون شويه ديال الاحترام راه طيحوا منا. تنطالبوا باش هاد الزياده ما تكونش. هاد الزياده ما خداماش لنا ماشي مصالحنا. اي تبارك جمال من السكنه تاع بني ملال. حنا تنتفاجئوا بالزياده ديال البوطه اللي صبحها لنا هاد الصباح 10 درهم اللي زايده ماشي استطاعه ديالنا باش غنزيدوها. حنا كحرفيين ماشي استطاعه ديالنا ونطلبوا المسؤولين باش ينقصوا لنا منها. تنستعملوا ثلاثه اربعه البوطات في النهار. المطالب ديالنا هي ينقصوا لنا من البوطه شويه حيدوا لنا 10 درهم 40 درهم وراه ما كافياناش. شي 40 درهم ماشي استطاعه ديالنا وحنا تنحاولوا معها وتنطلبوا المسؤولين باش ينقصوا لنا 10 درهم يحيدوا لنا. جاتنا بحال فجعه الزياده وفي المناسبه ديال العيد كي غادي نديرو ها هو العيد جاي و تطلب مصاريف بزاف.